لرمضان وللصيام خصيصا فوائد كتير عديدة وكبيرة على صحة الإنسان وعلى جسمه وعلى عقله. أول شيء لما الإنسان يأخذ قرار إنه بده يصوم، هون العقل أخذ مثل قرار إنه أنا بدي صوم، حطيت فترة معينة لإلي إن كانت جمعة أو كانت شهر، اللي هي النية مزبوط. بناخذ القرار ومنبلش الصيام. اكيد نحن منواجه اول يوم وثاني يوم وثالث يوم بعض الصعوبات، وهذا الشيء كثير مهم نواجه الصعوبات ونتحديهم. ساعتها نحن عم نطور بقدرات عقلنا على قدره التحمل، فاكيد فوائد الصيام مش بس بتكون من خلال شهر رمضان، كمان نتائجها بتجي عندما ينتهي الصيام، بيكون صار في تدريب كثير كبير، اراده زادت، الإصرار زاد، وكمان صار في طاقة إيجابية وأفكار بتهدى. طيب والفوائد الجسدية؟ الصيام بيساعد جسم الإنسان أنه يطرد كل السموم من الجسم، كما بيساعد على حرق كل الدهون اللي لازم تطلع من الجسم، كما بيساعد على تجديد الخلايا وكمان تنقية الدم. بس كيف الصيام ينظف الجسم؟ يعني في دراسة لعالم ياباني أثبتت أنه الشخص لما يصوم من 8 أو 12 ساعة إلى 16 أو 18 ساعة بتصير عملية الأبوبتوسيس اللي هي موت الخلايا، الخلايا الضارة. هذه العملية توقف أول ما الشخص يأكل. بالضبط إيش يصير يعني قبل 8 ساعات وبعد 16 أو 18 ساعة؟ بداية الصيام أول ساعة وثاني ساعة وثالث ساعة بيكون الجسم بعده عم يطلب القصص اللي كان معود عليها ليأخذها، ليقدر ياخد منها يا مصادر طاقة يا فيتامينات يا كالسيوم يا أي شيء جسم بحاجة له. فلما يزيد عدد الساعات وما يكون في هيدا الفيتامينات بلش الخلايا تاكل بعضها. فذاتس واي لازم الواحد يصوم بوقت معين وينتبه انه لازم ياكل اصلا، انه عشان لو ما اكل ممكن العمليه هذه تستمر وتقعد الخلايا الكويسه اللي هي تتاكل. مزبوط. وساعتها بتقلب فوائد الصيام الايجابيه الحلوه لفوائد صحيه سلبيه.